سلام البنات، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله راح نديرو انصومبل لي ماكارون. بزاف دوموندو لي، على شاك فوا نحط ستوري الخدمه تاعنا اي دوموندو لي ماكارون. هما كاين عده، كاين بزاف لي روسيت، بليزيو روسيت تاع لي ماكارون. حنا عندنا واحد، ديجا حنايا عندنا واحد ثلاثه لي روسيت ولا لي نخدمو بهم. هكا نعطيكم وحده من لي روسيت لي نخدمو بهم، وكل مره ان شاء الله نبدل لكم ونوع لكم، وكل وحده تخدم لي تجيها سهله ولي تجيها سهله. الوغ شوفوا لي ماكارون باش ينجحوا لكم، كاين دي بوين qui sont très importants باش ينجحوا لكم لي ماكارون. هكا نتوما تبعوا برك المقادير وتبعوا لا كويسون تاعهم وتبعوا كاع واش نقول لكم، وان شاء الله باذن الله ينجحوا لكم. باسكو هما لي ماكارون بزاف صعاب، بزاف صعاب. علاش صعاب؟ باسكو كاين بزاف لي ما يريسبكتيفش كيفاش يتخدموا، كاين لي يخدموا مزربه، كاين فيهم بزاف لي زاستوس. بسم الله. الحاجه الاولى لازم تعرفوا على لي ماكارون هي لازم اللوز تاعهم يتحمص، يتحمص تحميصه خفيفه. شوفوا هنايا ما راكم تشوفوا، ما يبان لكم ما راهوش محمر. درت انايا شوفوا سنيوا درت فيها طابي تاع سيليكون، درت فيها بابي هدايا لي بابي ساندويتش هذا، باش برك نشعلت الكوشه باردون تسخن، غير سخنت نقصت لها ودخلت 2 3 مينوت نحيته، ما تخليوهاش يحمر. كاين هنا هاد الحبات حمار ولي مي سي با غاف. دوك نوزن 100 غرام، انا هنايا مانيش فاش شحال كاين، دوك نوزن 100 غرام معاكم ونخلي الباقي. علاش لازم نحمصوه شويه باش نحو هاد الزيت هدايا. هاكم تشوفوا الورقه هنايا، هي ماشي بزاف زيت، معليش شويه بصح هاد الزيت هذا يخلي لكم ديجا لي ماكارون تاعكم ما ينجحوش. الحاجه الاولى هي لازم نحمصوا اللوز تاعنا ونوزنوا. هاكا دوك نوزنوا هنا، نوزن 100 غرام ونحي هاد الحاله ونولي لكم. فوالا هنا راني وزنت 100 غرام، دوك نقول لكم المقادير وشنو هما. هاكا عندنا هنا 80 غرام تاع السكر، سكر عادي سكر كريستاليزي اللي راني رايحه نعاود نرحيه في الغوبو تاعي. هاكا سكر نورمال كريستاليزي حنعاود نرحيه باش يولي لي بودر، نسحقو شغل بودر بصح ماشي او بوين يولي كيما سكر غلاص. هاكا باش يسهل عليا البيض يطلع ويدوب بالخف معاه. بغاف عندنا 80 غرام سكر عادي، 80 غرام تاع بياض البيض. هاد لو بوين هذا لو دوزيام بوين تاع لي ماكارون اللي لازم نهضروا عليه. بياض البيض انا تاعي راهو عنده من البارح في الليل هو في الفريجيدا. بياض البيض تاعكم لازم يكون تنحوا تفصلوا الصفار على البيض وتحطوا البيض في الفريجيدا غيبات 24 ساعه كيما انا درتو البارح عشيه جوي 6 7 خليتو في الفريجيدا، ومن بعد ديك تجبدوه ساعه قبل ما نبدا لا فيديو باغ اكزومبل، ساعه قبل ما توجدوا لي ماكارون تاعكم ولا تجبدوهم. خليو البيض تاعكم خليوه بحراره درجه حراره الغرفه، لازم يكون ا تمبيراتور امبيونت داكور. هاملك هنا 80 غرام تاع بياض البيض. عندنا هنا 100 غرام تاع سكر غلاس، سكر غلاس. وهنايا عندنا 100 غرام تاع اللوز كيما فهمتكم محمص شويه. دونك انا واش راح ندير، راح نروح نرحي هاد السكر، نعاود نرحيه ونرجعو هنا ونرحي اللوز مع سكر غلاس. هكا اللوز مع سكر غلاس نرحيها ونعاود نولي ليكم. الوغ شوفوا البنات، هاو ليك اللوز بعد ما رحيتو مع سكر غلاس، شوفوا كيفاش يكون مشد روحو محجر. دوك راح نغربلو هنا، شوفوا شحال شحال رقيق السيار هذا. راح نغربلو هنا باكم لازم تغربلو تاع لاباط دامون، تريحيوها تخي تخي فان، تريحيوها فغيمون فان كيما تنرحو تاع لاباط دامون. فوالا نرحو تخي تخي فان. دوك نغربلو انا هنا ونعاود نولي ليكم. فوالا البنات هنا راني عاودت نولي ليكم، وليت ليكم باردون مور ما رحيت اللوز. شوفوا تريحيوه تخي تخي فان اللوز مع سكر غلاس. هكا وهنايا السكر تاعي هاوليك رحيتو السكر، السكر كريستاليزي لو سكر كريستاليزي هاني رحيتو عاود ولا شغل بودر. فوالا دوك نجيب لو روبو ونتكلو على بركة الله. الوغ هنا راني جبت البيطخان تاعي، دوك نبدا نطلع فيه بياض البيض هذايا، نحط بياض البيض 80 غرام قلنا كاين، انا نحطوها يبدا يطلع ونبدا نرمي له هذا لو سكر على 3 ولا 4 دفعات. هذا كي يطلع يولي اون مورين، كي يبدا يطلع يولي يبدا يشد روحه، نبدا نرمي له هذا لو سكر على 3 دفعات. ندير له قرصه ملح سال دو طاب، ندير له قرصه ملح في البيض هذا. هنا هنا عندنا هذه حبيت نهضر لكم على هذه لا كريم، كريم دو تارت هكا، كريم تارتر هكا اسمها بالعربيه. هذه هي سي اون بودغ، هي سي اون بودغ يستعملوها لي باتيسي وكاعيتيك اللي يخدموا الحلوايات. وشوفوا كش عامله، هي سي اون بودغ بيضاء نستعملوها حنايا في لا مورينغ، في بياض البيض كي نطلعوه اون مورينغ باش يبقى شاد روحو. انا هذه سي فاكولتاتيف، يعني تحبوا تستعملوها تحبوا ما تستعملوهاش. حنا بكري اصلا نخدموا لي ماكارون بلا هذه، هذه خدمت بها وقيل دو فوا ولا لي ماكارون. هذه واش دير الخدمه تاعها شنو هي؟ بلوندوف تاعكم كي تطلعوا تخليه لكم يبقى شاد روحو. هذه بوكو بليس يستعملوها في لا مورينغ اللي يطيب في الكوشايتو باش بياض البيض تاعنا يبقى شاد روحو. راح نستعملوا منها قرصه صغيره، وتحبوا ما تستعملوهاش ما تستعملوهاش داكور. يعني ما كان تروحوا تشرو هذه ب 200 وشي ولا 300 والله ما على باليش حاشيناها، باش تستعملوها غير في لي ماكارون. نتوما اللي تخدموا في ديور سي با لابان تستعملوا هذه كاع عيدي، حنا نستعملوها باسكو نخدموا، حنا نخدموا بزاف لي ماكارون. فوالا هاوليك هنا نحطوا بياض البيض تاعنا، قلت لكم بياض البيض كنت بيدتو في فريجيدار 24 ساعه.
وبعدها ديك الصباح ماشي صباح شي دوكا قبل ما نبدا لا فيديو بشويه بشويه عجبته شويه ملح هاو الفوي نحطو نخليه يطلع كي يبدا يطلع يلحق لهنا يولي رغوه نبدا نرمي له السكر لي سكر كريستاليزي اللي كنت عاود رحيته على 3 ولا 4 دو فوا اون 3 4 فوا هكا هاوليك هنايا سي بون هكذا تحبسوا الغوكو تاعكم هاوليك بلوندوف تاعنا بعد ما طلع الكولور راح نديرهم انا لي ماكرون اليوم راح نديرهم غوز ندير غوز تحبوا ديروا نتوما دو كولور ولا اقسموا كلش على زوج قسموا هذا على زوج وقسموا اللوز تاعكم على زوج ولا لا الغوسيط كاع قسموه على زوج هاوليك هذايا سبيسيال ماكرون شرو توجور لي كولورون سبيسيال ماكرون هكا نحطو هذاك الميلونج تاعنا تاع السكر والسكر بلاص ونبداو ندخلوه في البلوندوف غير بالعقل شوفوا الضربه الاولى ناخذ كميه لاباس بها لا مواتي اون فادي برسك لا مواتي باش نواسي باش نرجعوا هذا ليكيد هكا ندخلوا هذا البلوندوف مع ما تخافوش تقولوا نطيح البلوندوف ولا شوفوا بك الطريقه اللي نخلط بها نتوما خدوا بنفس الطريقه نجيب اون اوتر سباتول باش نرفد بها البلوندوف فوالا نزيدو ناخدو شويه هنا وين حطينا لا مورينغ راني نقول بلوندوف بلوندوف لا مورينغ نديرو شويه كولور بون روحو غير بالعقل بك على الكولور باسكو شوفو كيفاش ندير ديرو هكا وحبطو هكدا وحبطو هكدا فدي الطريقه اللي تخدموا بها لي ماكارون تاعكم ما تخافوش ما تقولوش نطيح بياض البيض ولا نطيح لا مورينغ تاعي ولا هاني نوريكم بالعقل حبيت نسرع الفيديو والكولورون كي يدخل كامل تحبوا تزيدوا زيدوا شويه شوفوا نتوما ولا كولور لاكو حابينها تبدو مليح من تحت هكذا انا حنزيد شويه كولورون هكذا نزيد شويه كولورون ندير كميه قبل هنا هذه كميه ما قبل الاخيره قاد لي شويه تاع لا مورينغ هكذا نكمل ندخل كاع هذاك البلوندوف تاعي ونولي ليكم ما بقاليش بزاف شوفوا بقالي اون فوا بك هنا شنو تجبدو مليح هاكا فو غاكلي بيان واللوز تاعكم لازم توجور يكون مرحي بيان خصنا نغطي الكولورون باش ميسيحليش منديرش ديكور فوالا ونكملو هاد البيض هاني زدت الكمية الأخيرة ويبان أومو هكذا حتى تدخلوا كاع هذاك البياض تاعكم الميرين كاع تاعكم دخلوها ومن بعد هاتيك واش نديرو راحو نجيبو اون فوشا دوي افيك اون دوي بون ليكيب راني درت عمرت لا فوشا دوي تاعي هنا
لاكوش ما تسيحليش، انا مرت لاكوش هذوك هيك وتسمع صوت الفوران اشعاعات الفوق يسخن ونبدا نبوشيهم. شوفوا انا حبط لكم قربت لكم الكاميرا قبل ما تبداو تبوشيهم، توجور ديروا هنا هكا نقطه باش الطابي تاعنا يسقنا وما يطيرش في الفوق، باسكو الفوق سي ان فور فونتيلي باش ما يطيرش في الفوق. الوغ شوفوا ديروا شويه خلاص دوك تمشي وحدها. هاد الطابيات يعاونوكم بزاف بزاف في الخدمه. كي نعاود ندير لكم اون اوتر غوسيت تاع لي ماكار راح نوريكم طريقه واحده اخرى تخدموا بها اللي هي الترسمو. واش جايني على يدي ديرونجاني تريبي هكذا، تكملوا بهذه الطريقه تكملوا ديروا كامل هادو هما بعد كي تخبطوا. انا ما قدتش نخبط دوك حتى نكمل كاع سنيوا، تخبطوا باش يدخلوا كاع عيتي كي ما يديباسيو لكمش هدايا لازم داكوغ. هاملي كنا اللي كملت بوشي تاع كامل تخبطوا هكا حتى درامي تخبطوا تخبطوا حتى يتسقموا لكم كاع، ونخليهم نص ساعه هكا برا نص ساعه حتى وين كي تلمسوهم بيدكم هكا ما تلقاوش القشره تلقاهم ناشفين. شغل داروا هذيك لا كروت لي من الفوق يعني يكونوا نشفوا من الفوق، نحطوهم يطيبوا في الفوق من 10 ل 15 دقيقه ماكسيموم على درجه حراره 145. انا هادو ما حنطيبهم في الفوق فونتيلي، وهاد الحبيبات هادو ما هنايا راني حنطيبهم في الكوشه تاع الغاز فوق نورمال كويزينيير نورمال باش نوريكم الفرق بيناتهم اسكو يجيو ملاح هادو ولا لا. ما على باليش ماشي ما فنطيب في كوشه عاديه، حنا نطيبوا في الفوق بروفيسيونيل فوق فونتيلي، يعني اي وحده فيكم عندها كوشه فونتيلي تقدر تطيب فيها. شوفوا ليكيب هنا راهم يطيبوا، راني جبتكم ديريكتومون للفور نوري لكم هاكو. تشوفوا شويه شنو مليح الزيت فوالا، هادو راهم يطيبوا في الفور فونتيلي. هنا درتهم غير 25 غير 20 فوالا. ليكيب نضربوا طلعه تاع الكوشه بسم الله تاع الكوشه سي اون بيل كاتاستروف. تاع الكوشه مجوش ملاح ما بيش هو يبان لكم جاو مشققين، شكون دني الكاميرا تاع الكوشه جاو مشققين. دونك هادي درتها معكم كوم اون بوتيت اكسبيريونس، لي ماكارون لازمهم فور فونتيلي. الوغ عندي هنا شويه كريم او بور كانت عندي ديجا واجده، درت لها شويه لاغوم تاع لافخيز باطا غوم تاع لافخيز. عندي هنايا شويه شوكولا اتارتيني تاع هادي بونتي، عندي شوكولا هادي بونتي نديرها في الوسط. فوالا ليكيب، وبهذا نكون لحقنا نهاية الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو تاعنا، وان شاء الله تعاودوا ديروهم وان شاء الله يخرج لكم ملاح. وشنو هي لازم ديرو في الفور فونتيلي، في الفور نورمال عادي ما جاوش ملاح. هم لي كادو ما خليتهم بدون اي كيما نقولوا ما درت لهم حتى ديكوراسيون، ما ديكوريتهم ما درت لهم والو. هم ليك وهادو ما درت لهم شويه دوري اون توش تاع دوري. فوالا ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، عجبتكم عليكم غير دعونا بالخير. ميرسي.